الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ صباح الخير. انا دلوقتي هعمل لكم حاجة حلوة قبل ما اروح الشغل، هسيبها وهنرجع بالليل نكملها سوا. فانا حبيت ان انا ايه يبقى في مصداقية في القناة، ما بقاش اكروتها يعني الحاجة. فان شاء الله النهاردة هعمل لكم حاجة، بس ما حدش عايز حد يضحك عليا، انا جربتها قبل كده في البلد. سعيد وحماة الله يرحمها دقيتها وقالت لي نور عليكي يا علاء، قالت يعني انت مش في فراولة عشان تعملي مربى الطماطم؟ قلت لها انا لقيت طماطمتين مستويين، قلت اما اعملهم جنب مربى الفراوله. هي اعجبت بالاثنين وقالت لي الله ينور عليك يا مصطفى. فالنهارده باذن الله مع بعض هنعمل ايه يا يوسف؟ مربى الطماطم. تمام، ده حوالي نص كيلو طماطم. انا هوريكم انا عملت في ايه دلوقتي. ودوت بردك حوالي نص كيلو برتقان، نص كيلو يا يوسف برتقان. تمام، دي المقادير بتاعتنا النهارده في المربى. هنحتاج لكل نص كيلو منهم كوبايه سكر. كوبايه ايه؟ سكر اهي، كل واحد كوباية سكر. تمام، وضحت الصورة. نبدأ باليمين الاول، اوريكم انا عملت ايه بقى مع حضرتكم كده اهو. تمام، الطماطم انا حطيتها في مية، ما في مية يعني نص كيلو الطماطم حطيته في لتر مية وخليته على النار طبعا لحد ما اتعمل كده. ده الطريقة اللي قدام انا بقول لحضرتكم ان انا بعملها. واخر اشيل القشرة بالمنظر ده كده اهو، واضحة يا يوسف الصورة اهي كده. شيل القشره بالراحه قصاد بعض مع بعض اهو، واحده واحده اهي. نزحت القشره بالراحه اهي، اهي القشره قدام حضراتكم اهي اتنزعت. اعمل ايه بقى؟ اعمل اجيب اشيل الطبق ده واجيب ده. تمام، واقسمها بالنص كده. ركزين، سهله اهي. تمام، وانا جايبه معايا معلقه اهي، معلقه اهي. نمسك النص ده بالراحه كده اهو، بشوفوا شايفين حضراتكم الجيب ده، ونطلع البذر كده. واضحه يا يوسف اهو، شايفين كده بالراحه نشيل الايه البذر اهو، على قد ما نقدر نشيل البذر بتاعت الايه ثمره الطماطم. على قد ما تقدري تشيلي الايه البذر اهو كده اهو، خبطي عليه كده كله ايه كله وقع. تمام كده اهو، خلاص خلصنا كل البذر اهو، نحطها هنا اهي بالمنظر ده. ونرجع للتانية اهي يا يوسف اهي، ده اللي انا عملته وجهزته لمربى الطماطم بالمنظر ده. وضحت الصوره اهو، ده نص كيلو طماطم حطيته في ميه غليت على النار غلوه واحده عشان اقدر اشيل القشره بسهوله. يعني مش غليت او ادوب قبل ما تغلي كمان، حتى انا طفيت النار وصفيت الميه وقعدت ايه اشيل القشره بالراحه واعمل بالمنظر ده. تمام، وضحت الصوره. الميه بتاعت الطماطم انا مش هرميها، اعمل ايه احطها كده يا يوسف اهو. تمام اهو، نعمل كده بالمعلقه بالراحه، مش انا البذره بس اللي احنا ايه هنرميه اهو كده كده. نشيل كده اهو، دي ميه النص كيلو طماطم محتاجاها برد، هتبقى جميله ان شاء الله في ال اهو بالمنظر ده كده. خلص كله اهو اهو، واضحه يوسف. تمام، ونحط ايه بقى كوبايه الايه السكر. كوبايه ايه يا يوسف؟ السكر بالمنظر ده اهو كده. انا عايزاها سليمه زي ما هي الطماطم، نصين نصين، كل طماطمايه مقسومه ايه يا يوسف؟ مقسومه نصين، كل طماطمايه مقسومه نصين. تمام كده، خلاص خلصت الايه اول مرحله. هسيبها في التلاجة المفروض بقى ايه حوالي ساعتين بالمنظر ده، 3 ساعات. انا طبعا مش هسيبها ساعتين او 3 ساعات، انا هسيبها لحد ما ارجع من الشغل واكملها بالليل مع حضراتكم. والليمونه هقول لكم امتى هنحط الليمونه اهي لما نرجع. مش كده خلصنا اول مرحله في الايه في الطماطم. تمام، في مربى الطماطم. نخش بقى للبرتقال. عملت انا ايه الاول طبعا، وريهم الصوره دي يا يوسف كده. بص البرتقال اهي، انا البشر اللي بشرت القشره بتاعت البرتقاله عشان بستخدمها في الكيكه يا يوسف. ماشي، بستخدمها في ايه في الكيكه. دلوقتي انا اوريكم بقى انا جهزت ده ازاي كده. نقطعها كده بالراحه اهي، واضحه يا يوسف اهو، على قد ما تقدروا انك انتوا تشيلوا كلها كده. يعني انا عايزاها بالمنظر ده، تشيلوا كده لحد ما يبان اللحمه بتاع البرتقال على قد ما تقدروا اهي بالمنظر ده. اشيل برتقال، في برتقال وبرتقال، برتقال دي قشرتها تخينه شويه كده كده انا مش عايزاها اهو. على قد ما تقدري تشيلي كل حاجه كده في البرتقانه، كل اي حاجه لونها ابيض اهي. الطبقه البيضاء انا خدت طبعا ده بشرتها زي ما قلت لحضراتكم مره تانية، بقول اهو خدتها وركنتها في الفريزر عشان لما اجي اعمل كيكه احطها في الكيكه.
اشيل بقى كل الابيض ده كده على قد ما تقدري تشيلي كل الابيض ده اهو كله كده تشيليه كله كله كده بسم الله واشيل دي كمان عشان ما دي ممكن تجيب مرارة فيها بردك عشان البرتقال قطعها بقى بالنص كده المنظر ده هنا برضك في حاجات بيضة تشيليها قد ما تقدري شايفة اهي تشيليه عشان ما يعملش مرارة في مربة البرتقال اهو بالمنظر ده كده اهو كل ده كده المنظر ده اهو وردات وردات اهو كده احطها كده حط عليها ايه برضك يا يوسف كوباية السكر اهو كوباية ايه يا يوسف السكر كلها اهو عن البرتقال المنظر ده كده بالمنظر ده كده هو كده كده هيتغلغل لوحده تمام اهو بالمنظر ده برضك اقول لكم امتى هنحط الايه الليمون طبعا كده الحاجه اللي انا قدام حضراتكم اهي نسيت اقول لكم ان انا حطيت هنا ذره ملح ذره ملح عشان تقوي وتعزز نكهه الايه مربى الطماطم معايا انما في الليمون مش في البرتقال قصدي مش هحط حطيت هنا بس ولو انت حابه تحطي ممكن احط ذره برضك يعني عشان خاطر تعزز النكهه بتاعت السكر والمربى تمام ولو كان عندك اللي هو ملح الليمون تحطي ذره منه تمام كده احنا جاهزين المربى هنسيبها باذن الله ولما ارجع من الشغل ان شاء الله اوريكم الخطوه الثانيه نجهزها ازاي على النار مع بعض واوريها لكم بردك على النار بتعملها ازاي خطوه بخطوه وعند التقديم باذن الله لما ارجع من الشغل اشوف وشكم على خير باذن الله في المرحله الثانيه. رحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي رجعت لكم ثاني اهوت بعد ما جيت من الشغل دلوقتي هنعمل المربى اللي انا كنت العب لما امشي من الشغل ووريتها لكم طبعا قبل ما امشي فادي ادي كده البرتقانه اهي هحطها هنا اهوت كده في الصينيه هنا كده اهي انزل بيها بسم الله الرحمن الرحيم شايفين شايفين لما نقعتها شايفين تحسي حتى العصير تقل ازاي عشان السكر من اول الصبح بسم الله اللي قصدي البرتقال بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده المنظر ده اهو هنا هقول لكم امتى ان شاء الله نحط الليمونه كده تمام الليمونتين اهمت وادي البرتقال هنعمل مربى النهارده صح ان شاء الله انا كنت مجهزاها معاهم رحت الشغل وانت رحت المدرسه ودينا رجعنا اهو الحمد لله اهو بصوا كده تمام هنحطها على النار بقى اهو وادي الطماطم اهي يا اسلام انت معايا وانا معايا يا اسلام بسم الله وادي الطماطم اهي الطماطم بس جابت ميه اكتر مش مشكله كله بردك فايده ومصلحه تمام تعالوا معايا بقى على البوتاجاز هنحط المربى الطماطم مربى البرتقال شايفين هنحطهم بقى على البوتاجاز مربى الطماطم اهي ومربى البرتقال هوريكم بقى كل خطوه وخطوه على النار هنعمل ايه بالترتيب يلا بينا على البوتاجاز حبايبي رجعت لكم تاني اهوت حطيت البرتقال اهوت على النار على النار اهو شايفين ازاي هيغلي غلوه والتانيه وبعد كده هنهدي النار ونسيبهم لمده ساعه على النار على نار هاديه ومش هنزود ميه ولا اي حاجه زي ما انا عامله كده بالظبط ماشي والطماطم نفس الوضع اهيت على البوتاجاز اهي اهي شايفين شغاله بردك اهي بردك هو بالكتير او ربع ساعه تغلي غلوه التانيه هنوطي عليها يا اسلام هنوطي ايه النار شمعه خالص وبعد ما نوطي النار واحنا بنوطي النار هنعمل ايه هنعصر الايه الليمون عصر الايه الليمون تمام مركزين معايا عصر ايه الليمونه خلاص هنرجع لكم تاني واحنا بنعصر الليمون واوريكم الخطوه ديت يبقى فيها امتى يعني الخطوه بتاعت الليمونه امتى احنا رجعنا لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رجعنا لكم تاني اهوت المربى بتعمل ايه يا اسلام المربى ايه غلط اهي غلط ركز يا اسلام ركز كده هنا اهو كده ايوه عشان تبقوا شايفين كويس تمام اهو شايفين نعصر بقى الليمونه عليها عصر نص الليمونه هنا اهي تمام اهو عصرنا نص الليمونه المرحله دي هات هنا عند الطماطم يسموا ايه الطماطم ما شاء الله عصر نص الليمونه هنا اهي تمام كده تمام اهو شايفين الطماطم شايفين هد النار مركزين اهي قدامكم هد النار خالص وبعدين هنشيل لمده ساعه اي ريم بقى طالع قدام حضراتكم ده تشيلوا الريم ده تمام اهو هو طبعا الطماطم الحمد لله مش جايبه ريم كتير اهو
ماشي. وبعدين البرتقال اهو مش جايبين، وبعدين هدي النار خالص اهو، وهنسيبه لمده ايه ساعه، ساعه كده. الرين ده وانا واقفه كده اهو، اهو تمام، على قد ما اقدر اشيل الرين ده اهو كده تمام. هنسيبها لمده ساعه لحد ما تكمل ايه سواها المربى، ونوريها لكم ان شاء الله بعد ساعه، وان شاء الله هتكون والاطعم والاحلى مربى برتقال وايه يا اسلام وطماطم. يلا نشوفكم ان شاء الله بعد ساعه. زي ما انتم شايفين يا جماعه احنا رجعنا لكم اهو. ايوه دي ودي الطماطم ايه؟ الطماطم خلصت اهي، ماما جت تبص كده لقيت الحمد لله بسم الله ما شاء الله قبل ساعه الطماطم خلصت اهي، شايفين انا بعمل كده بالمعلقه بس، لقيتها بسم الله ما شاء الله بقت ناعمه زي الزبده اهي. طبعا مش هنعمها اكتر من كده، بنحبها قطع عشان تبقى جميله تعمل في الشندوتشات كده، شايفين بسم الله ما شاء الله اهي تمام، شايفين اهي، شايفين قدام حضراتكم عشان انتم شايفين المربى اهي. البرتقال هو شغال باذن الله ان شاء الله قرب يخلص باذن الله، لسه موطيه النار عليه اهو قرب، واول ما يخلص هوريه لحضراتكم ارجع لكم تاني ان شاء الله. حبايبي هي اسلام خلصنا ايه دي كمان، ده البرتقال إيه؟ مربى البرتقال هي تمام، شايفين الجناب، شايفين بسم الله ما شاء الله كده تعرفيها. بصي لما تبقلي البقليل ديت اهي تعمليها كده تشوفيها اهي كده تمام اهو، هي كده تمام استوت 100% جميله بسم الله ما شاء الله تمام يا اسلام. تمام تمام كده حلوه، ايوه قدام حضراتكم تمام اهو كله بسم الله ما شاء الله اهي. هنشوفكم بقى عند لما تبرد شويه اوريها لكم بعد ما تبرد شكلها عامل ازاي برده. ثلاثة رجعنا لكم بعد ما خلصنا ايه يا اسلام المربى، خلصناها على خير اهوت، ادي مربى الطماطم قدام حضراتكم اهي تمام اهي جميله بسم الله ما شاء الله، بس انا ما استنيش لما تبرد اهي نجرب كده بصوا حضراتكم بسم الله ما شاء الله اهي طماطم اهي كده جميله 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 وريحتها جميله، شايفين ضربه في مراخيري اسلام بقول ريحتها جميله اهي شايفين حلو، تعملها بقى في الشندوتشات الصبح للولاد يريح حضرتك بقى، تنفع دلوقتي بقى احنا هنتعشى منها ان شاء الله. وادي مربى البرتقال، دي مربى ايه اسلام؟ البرتقال بسم الله ما شاء الله، شايفين ان شاء الله دي اما نعمل كيكه بالبرتقال هنعمل نحشي الكيكه ايه مربى برتقال تمام اهي شايفين، والاجمل ريحتها تجنن، ريحتها ايه تجنن جميله خالص، ان شاء الله كمان طعمها يكون احلى من ريحتها، جميل بسم الله ما شاء الله اهي قدام حضراتكم جميله اهي. استنى لما ادوقها بقى بسم الله. دوقيني كده يا ماما، دوقك دوقك ايه مرب مربى برتقال. طب خليك ماسك الكاميرا كويس انا ادوقك بسم الله. ها طعمها ايه؟ شوف اسلام جميل خالص. احنا هنقدم ولا هناكل يا اسلام؟ لما واحده ثانيه غير بسم الله ما شاء الله جميله جميله جميله، تسلم ايديك يا شيف ايه سلوى. سلوى والطماطم جميلة اهي، جميلة جميلة. انا عايزة اكمل عايزين نكمل المربى، عايزين نخلص بسرعة الفيديو عشان ناكلهم وطعمهم جميل خالص. مربى الطماطم يعني قريبة من طعم الفراولة، جميلة جميلة شايفين الطماطم اهي تعجبكم ان شاء الله. وادي البرتقال تنسوش المقادير بتاعتي والتكات والحركات بتاعتي، ازاي تفصلي البذر بالطماطم، حاولي تفصلي على قد ما تقدري، يعني في كام بذره وقعت مني اهيت بس ما يضرش، يعني انت حاولي تكوني اشطر مني وتفصلي البذر كويس تمام. تمام تمام خلاص كده، نشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد مع مربى جديده تانية ان شاء الله، اجهز لكم مربات تانية كتيره خالص غريبه الشكل وغريبه الطعم باذن الله تعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ويا رب اللي ما مش عارفه ايه ربي كده يا رب ان شاء الله اللي علق لي واشترك في القناه ان شاء الله تجي له حجه جميله ويفرح بولاده باذن الله. واكتبوا في التعليقات الحاجات اللي انت نسكت ان احنا نعملها. يا ريت يا ريت يكون في اي حد عايز نعمل له اي حاجه تكون انا متايهه عني، يكون نفسي ان انا اقول له طريقتها، او اكيد ممكن تكون هي اختي من اخوات بتعملها بس عايزه اشوف مثلا الفكره اللي عندي ازاي، يعني اي واحد عايز اي حاجه خاصه باللحمه بالفراخ بالمكرونه بالمخللات يا ريت يتصل بيا وانزلها له فورا على طول. وطبعا في اختي من اخوات طالبه مني كيكه بالقرفه باذن الله انا بجهزها وهنزلها ان شاء الله باذن الله، وبقول لها معلش انا اتاخرت عليك انا هعملها وانزلها لك حاضر من الاثنين ان شاء الله باذن الله. ويا رب المربى اللي كنت عملتها النهارده تعجب حضراتكم وتنفذوها وتجربوها، طعمها جميل فوق الروعه بجد، طعمها جميل تحفه خالص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.